عنوان صابر البحيري، كلية تجارة الفرقة الثالثة. أنا عضو من فريق درويش الإنشاد الديني، أول فريق إنشاد ديني في سوهاج. نعمله أنا وخمسة أصحابي مع بعضنا. إحنا جمعنا أول حاجة حصلنا على المراكز الأولى على مستوى الكليات، وبعد كده صعدنا على مستوى الجامعة. وبعد ما صعدنا على مستوى الجامعة ففكرنا إن إحنا الخمسة نعمل فريق مع بعضنا، والحمد لله عملنا فريق ونزلنا بيه حفلات كتير. يعني هو الدافع يا إسلام إن كنتوا حصلتوا على المراكز الأولى ولا إن كنتوا تصرفوا على نفسيكم؟ والله من ناحية إن إحنا طلبة وكده وحابين نصرف على نفسنا برضو، فده إحنا فكرنا من الناحية دي. ومن ناحية تانية إن إحنا كنا أول حاجة نتجمع بيها. مالكمش مكان معين؟ لا، يعني اللي بيعوزكم بيتصل بيكم؟ بيتصل بينا. تمام. إحنا عملنا برضو صفحة على الفيس اسم درويش، والحمد لله عملت حفلات كويسة وبدأنا ننزل حفلات. عملنا حوالي 18 حفلة. السلام عليكم، أنا اسمي محمود خالد، أنا خريج كلية تمريض جامعة سوهاج. إحنا فكرنا في فكرة فريق الدرويش، يعتبر كان أول فريق في سوهاج، يعتبر أول فريق في الصعيد بعد أسيوط. ده فريق إيه يا أستاذ محمود؟ ده فريق الدرويش. إحنا فكرنا في الفكرة دي إن إحنا يعتبر مفيش حد عامل إنشاد خالص دي فترة، بس فكرنا نعمل الفريق ده مكون من خمس فريق أفراد. إنشاد ديني يعني؟ إنشاد ديني. تمام. هو عبارة عن فريق إنشاد ديني بنحيف فيه الابتهالات القديمة والتراث القديم والموشحات القديمة. بس وفكرنا في الفكره دي واشتغلنا عليها، بحيث ان احنا برضو من الموضوع ده ننمي الموهبه بتاعتنا بالدراسه برضو في المجال ده في المقامات الصوتيه، وفي نفس الوقت بنصرف بيها على نفسنا وعلى اهلنا بنفس الوقت. احنا برضو ان احنا طلبه في الجامعه. انت معاك كم طالب يا استاذ محمود؟ انا معايا خمس طلبه. تمام. كليه هندسه وكليه صيدله وكليه علوم وكليه تجاره. طب انت ايه اللي خلاكم يعني او دفعكم انكم تفكروا انكم تعملوا فريق انشاد ديني؟ والله هو الفتره كبيره جدا ما فيش اي فريق انشاد خالص على مستوى الصعيد، وكل الناس حاليا احنا طبعا زي ما معروف في الصعيد عامه الانشاد ده هو الشريان بتاع الحياه بتاعنا احنا في الصعيد، معروف يعني في الانشاد. فاحنا فكرنا فكره ان هو طول ما فيش انشاد احنا فكر الفكره دي ونعملها. اسمي احمد سلام السيد، كلية الهندسة جامعة سوهاج، فرد من أفراد فريق درويش. حاولنا نعمل حاجة جديدة ومختلفة في سوهاج، استغلنا موهبتنا بشكل صح شوية، بحيث نرجع روح الإنشاد الديني للشباب. الناس الكثيرة يعني افتقدت المجال ده من الإنشاد الديني. كوننا فريق إنشاد ديني مكون من خمس أفراد، كلية الهندسة وكلية تمريض وكلية صيدلة وكلية علوم وكلية تجارة. بنقدم حاجات مختلفة بتناسب جميع الأعمار، شباب أطفال كبار في السن. بنحاول نحيي التراث القديم والجديد، كمان بنحاول نضيف لنا مثلا البصمة بتاعت فريق درويش. وإيه الدافع الرئيسي إنك يعني خلاكم تكونوا فريق الإنشاد الديني؟ الدافع الرئيسي هو إحنا طلبة حاولنا نستغل ده، بحيث ان احنا مثلا بدل ما ناخد مصروف من اهلنا نحاول احنا ايه ندخل مصدر جديد دخل لاهلنا ولينا بشكل ظريف بشكل بسيط وبشكل ايه مناسب لنا حسب الدراسه. يعني بتعملوا حفلات باستمرار؟ بنعمل حفلات كتير خالص، حفلات تخرج، حفلات بره الجامعه وحفلات جوه الجامعه، مؤتمرات وايفنتات كبيره بتحصل. انا احمد حازم صبري، كليه العلوم الفرقه الاولى، عضو من فريق الدرويش. الحمد لله حصل على المركز الاول على مستوى كليه العلوم جامعه سوهاج، وحصل على المركز الخامس على مستوى جامعه سوهاج برضو. احنا فريق الدرويش واخد اول خمس مراكز على مستوى الجامعه، وفي مننا اثنين هو اسلام بحيري ومحمود خالد. دخلت مسابقات قبل كده؟ لا، ما دخلتش مسابقات قبل كده. اصلا احنا مهدورين في الصعيد، فمن الواحد يعني لما راح الجامعه ليه الفرصه. طب ايه اللي خلاكم تفكروا في موضوع الانشاد الديني؟ يعني موضوع الانشاد الديني الواحد بيلاقي نفسه في الانشاد اكتر من الغنى، وبيعبر على اللي هو من حب في رسول الله. تمام. ففكرت تعملوا الفريق ده؟ فكرنا عن الفريق. احنا تقابلنا في لما مسابقه على مستوى الجامعه، اخذنا اول خمس مراكز من هناك، عرفنا بعضينا احنا الخمسه، والحمد لله احنا الخمسه كل واحد. حصدتوا مراكز قبل كده على مستوى الجمهوريه؟ لا. في اي مسابقات او اي حاجه؟ لا. في معانا اسلام ومحمود خالد، الاثنين حصدوا المراكز على مستوى جامعه سوهاج ومثلونا في جامعه المنيا. تمام. معانا محمود خالد متخرج من مدرسه الانشاد ديني ومنضم لمنتخب الانشاد ديني على مستوى الجمهوريه. ايه طموحك بقى ان شاء الله؟ طموحنا ان احنا نسمع.